111 سنة بطولات، وكان لينا الشرف طبعا كلنا ان احنا نبقى في الجيل اللي انا لعبت فيه من الناشئين لغاية ما بطلت كرة، فحوالي 14-15 بطولة. ولولا الحادث اللي انا تعرضت ليه في سنة 82 اللي هي تعتبر من احسن سنة في تاريخ النادي الاهلي، حصلنا فيها على الدوري وكاس مصر وبطولة افريقيا. فكان 81 احنا خدنا كاس مصر، و182 خدنا الدوري والكاس افريقيا. دي كانت اول مره ناخد فيها كاس افريقيا، واعتقد انها من الذكريات الجميله ان هي عملنا ماتشات كتير قوي. انا كنت مرشح ان انا اخد احسن جناح في افريقيا زي ما انا سبق وقلت، كان في حادثه جامده قوي حصلت لي منعتني من الحصول على لقب احسن لاعب في افريقيا واحسن جناح وهداف البطولة كمان، لأن كنت جايب فيها حوالي 4 أجوان لغاية لما أنا حصلت الحادثة. بدايتي زي بدايات أي لاعب بيجي على النادي الأهلي، بيتفرج على النادي الأهلي من بره ويقف يمسك الحديد بإيده، وبعد كده يشوف النجوم بتنزل قدامه بتتمرن. فأنا جيت وكان في الجيل الذهبي، كان من أول ثابت وكرامي الله يرحمه لبدايتهم بحسن حمدي ومصطفى يونس وفتحي مبروك وأحمد عبد الباقي ومحسن صالح وطاهر الشيخ وصفوت ومختار وزيزو وجمال عبد العظيم وخطيب ومصطفى عبده. اعتقد ان هم دول كانوا القوام الاساسي بتاع النادي الاهلي ساعتها، وانا كنت في المنتخب الناشئين. وصلت طبعا تدرجت من 16 سنه و18 سنه تحت 18 سنه، وخدت البطولات كلها، اي بطوله بلعبها الحمد لله كنت باخدها. وشاركت مع 21 سنه ايام ما كان الكابتن جوهري ماسك فريق الامل، وكنت موفق جدا ايامها. كان في نبيل بحطيتي والسمري برضه مش عايز انساهم، ما شاء الله كان لعيبه كويسه قوي. عديت بقى انا من 18 سنه تحت 18 سنه للدرجه الاولى على طول. فتوفقت جبت جول في اول ماتش، كان ماتش هورسز الصومالي في بطوله افريقيا، وعدوني ان انا هنزل تاني تايم، ونزلت فعلا مكان علي زيور وتوفقت. خطيب جاب جولين وانا جبت الجول الثالث، ومن بعدها توالت الماتشات وتوالت الاشتراكات، وتعودت على اللعب مع الكبار في الملعب، وابتديت اخد حريتي بقى في الملعب واقدم الكره اللي انا يعني عندي موهبه فيها، او السرعات اللي كان المكان ده ما طالبه. كان في جمال عبد العظيم متاخر شويه، وانا عبد العزيز عبد الشافي كان دايما متعور، فانا لعبت في المكان ده مع خطيب ومصطفى عبده، وكنت بجيت الحقيقه في ناحيه الشمال وفي ناحيه اليمين يعني، وبنزل اساعد تحت في الديفنس شويه نص الملعب لما مختار كان بينطلق في ناحيه الشمال. فكنت بعوض مختار لما بينطلق، وكنت انا بعوض حته من تحت ان انا بستلم في شباك بتاعي يتقدم. كنت بعمل كره حديثه شويه، بلعب يمين وشمال وفي النص. فعشان كده كنت وانا صغير قوي كنت اتخذت منتخب ناشئين، اتخذت منتخب مصر. شريف عبد المنعم ابن النادي الاهلي، ما لعبتش في اي حته ثانيه. دائما وابدا بحب الفانيله الحمراء، ويمكن الناس كلها عارفه كده. فالنادي الاهلي بشريف عبد المنعم بمصطفى عبده على فكره وخطيب، انا عايز اقول لك ان مصطفى عبده من اهم اللعيبه اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، يعني ده في الجيل اللي انا لعبت فيه. الراجل ده كان مسخر لينا كلنا ان هو ازاي يقدر يتوجنا، ازاي يقدر يعمل لنا كوره احنا نروح نجيبها جول. انا كنت من النوعيه بتاعته دي، بس انا كنت بجيب جول كمان، وبحب اجيب جول في وضع طائرا فيرست تايم شايت، كنت احب لها شكل جمال يعني. بس مصطفى عبده كان من اسرع الناس اللي بتوصلنا للجول، فانا بحب دايما اتكلم مع كابتن مصطفى عبده اقول انه من اهم اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر الحقيقه وتاريخ النادي الاهلي. وطبعا كابتن محمود خطيب، مش لو هقول القاب الكبرى والساحر والاسطوره والحاجات دي، غير ان هو بقى رئيس مجلس اداره كمان مستحق يعني الحقيقه، من اخلاق ولعب وكل حاجه، لاعب ذو انسانيات عظيمه جدا. عشان كده هو محمود الخطيب. كابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو من الناس اللي سموه الثعلب، يعني من اللي متعونا وعلمونا ازاي يبقى عندنا هدوء في اللعب والرسو كده، ونطلع امكانياتنا داخل الملعب بثقه. تعلمنا من لعيبه كتير قوي، تعلمنا الوجود جوه الملعب من الكابتن حسن حمدي بالاخلاقيات بكل حاجه بعدم التجاوز. اتعلمنا الروح من كل اللعيبه اللي كانت موجوده، روح الفانيله الحمراء من الاجيال السابقه اللي كانت قبلينا كمان. فما ما هقعد اتكلم وما ما هقول، احنا اتربينا واحنا في ناشئين على مبادئ النادي الاهلي، ومن احنا صغيرين ما نعرفش حاجه الا المكسب بس، يعني حتى لو تعادلنا مروحين بيت اكننا خسرانين. يعني ايه النادي الاهلي بيتعادل؟ وما ينفعش النادي الاهلي يتعادل، ما ينفعش حد يبقى احسن مننا.
احنا متوفر لنا كل حاجه، متوفر لنا الامكانيات، متوفر لنا اللعيبه حتى اللي بتلعب جنبنا من احسن اللعيبه اللي موجودين في كل الدنيا، يعني مش في مصر بس. فانا محظوظ كنت، واي حد لعب في النادي الاهلي وكاميرا جت عليه وعارف يدي كل الامكانيات اللي عنده ويشتهر ويبقى نجم جوه النادي الاهلي، ده محظوظ برضو. والله اتعلمت من الاهلي غير طبعا ان انت تبقى ملتزم في كل شيء، اذا كان جوه الملعب وبره الملعب، حمل تقيل جدا بيبقى عليك اسم النادي الاهلي، خليك مرتبط دايما بالالتزام، مرتبط دايما بعدم التجاوز. فتعلمت ازاي امشي في حياتي، يعني تعلمت الثقه في النفس كمان، قد ايه قد ما بتدي وقد ما الناس بتحبك برضو عندك الكتير قوي اللي تقدر تقدمه في حياتك. اهلي زرع فيا دايما التفوق، ما ينفعش ابقى مش متفوق في اي حاجه بعملها، لازم ابقى الاحسن في كل شيء. ادم واحد من اسره النادي الاهلي لازم ابقى متفوق في كل شيء.